الرباط تراث إنساني عالمي، وهي عاشر موقع أثري يتم إدراجه بقائمة تراث منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو. حاضرة تزخر بعدد من المباني التاريخية الشاهدة على وقائع وأحداث صنعت مجد المدينة وحضارة ساكنتها. صومعة حسان، شلة وقصبة لوداية، مباني تختزل تاريخ المدينة وتذكر الزائرين بأوج الدول التي تعاقبت على حكم رباط الفتح. والأسلوب المعماري للمدينة العتيقة المحاطة بالسور الموحد يعكس أصالة الهندسة العربية الإسلامية، كما تدل الأبواب الخمسة المحاطة بالسور على طابعها المتميز في البناء، طابع حافظ عليه أبناء المدينة طيلة عقود من خلال عمليات الترميم المتواصلة. مآثر ومعالم تخول العاصمة اليوم مكانة استراتيجية على المستوى السياحي والثقافي، فالتطور العمراني للرباط لم يفقد مبانيها بريقها وإشعاعها، حيث من المرتقب أن تستقبل أزيد من 600 ألف سائح في مطلع سنة 2015. تستمر وطنيا حملة